واحنا سفينا الحمد لله من حليلي مدى الاخوان كل حما في التراب. يلاه جيت هنا لحت في المصيد ضربوا عليا الجوج ضربوا حي اللهم يبارك. خلوكم معنا الاخوان كان شي حاصيل ان شاء الله رانا نوافقكم بها المباشر. السلام عليكم الاخوان. السلام عليكم. نهار جديد الاخوان. الصيد بالقصابة دائما. جينا الاخوان جينا مع الصباح رافقنا مع الصباح بكري جبنا معنا السرديل عجلنا بيروتا قلبنا. اول حاجه البحر كبير ثاني حاجه المسارد والحوت راه ما واكلش الاخوان. قلبنا الصبيحيه كامله قلبنا في التاريكه ديك الحروشه تمايا والو ما كاين والو. جينا هنا عاود ثاني جينا الدفايه قلبنا عاود ثاني قلبنا ببيلوطا راه ما كاين والو الاخوان. سبحان الله العظيم الحوت راه عاجز بزاف منزلته هي ما دايراش الاخوان. بحر كبير والسرد بحر كبير والسرد هذا الشيء اللي كاين الاخوان. مهم راه ان شاء الله الرحمن الرحيم راه مني قضيه محنسره محنسره كيف يقولوا الرياس قضيه ما دايراش. نشوفوا الحليلي مات نقلبوا الحليلي مات على مولانا. جد معايا واحد شويه الربيع شويه العصايبه شويه خدمه ضرب معايا شويه خدمه غنجو نقلبوا الحليلي مات الا كانوا شي حليلي مات نتلاهو معاهم شويه واخا بنادم يديها الطاجين الا كان ما كاينش هذا بنادم يحلق على الطواجين ولا المقايله. المهم خليكم معانا إذا كانت شي حاصلة إن شاء الله غادي نوافقكم بها على المباشر. وكيف دائما إخوان اشتركوا معنا مرحبا بكم. جيمات الإخوان دعمونا بالجيمات والتعاليق كيف كنقول لكم دائما أكبر محفز ليا كيخليني كنزيد نواصل إن شاء الله في نواصل في هذا الشيء. هذه القناة راه ديالكم قبل ما تكون ديالي هي ديالكم وديال الرياس كاملين وحنا مجموعين غير باش نتبادلوا المعلومات ونتبادلوا الافكار ونشوفوا كل منطقه والتقنيه ديالها واين التقنيه اللي فعاله اكثر من الاخرى وشنو هما المميزات ديال كل تقنيه. هادشي اللي كاين الاخوان خليكم معنا. السلام عليكم اخوان. بعض الاخوان الرياس كانوا يسولوني انواع الطعوم اللي كنصيدوا بهم على حلامه هنايا. اخوان ها انتم ها هما الانواع الطعوم اللي كاينين. كاين الربيعه ها هي الربيعه هذه يا اخوان ما عرفتش واش كاين عندكم في المنطقه ديالكم. المهم هذه اول حاجه. ثاني حاجه هي الصيبه بعض المناطق كيسموها السميطه هي هذه السميطه حتى هي راه كتضرب عليها حلامه خصوصا الغليظه في حلامه كتبغي هذه الاخوان مازال ديك المويان والرقيقه كتضرب عليها هذه. اما بالنسبه للغليظه راه كتموت على هذه العصيبه بعض المناطق كيقولوا لها السميطه هي هذه الاخوان. وكاين هذه حنا كنقولوا لها الحلفه راه حتى هي كتبغيها كتبغيها حلامه الاخوان وكتضرب عليها سبحان الله العظيم حتى هي راه ما تحيدهاش من بالك. المهم يكونوا عندك هاد الاقامات بثلاثه اللي باغي تصيد الحلامه كتقلب بالربيع كدير واحد ربيع غنوريكم مثلا كدير واحد ربيع كدير واحد ربيع وكيف العاده كيف كنقول لكم الاخوان ديما خفخف ليها السلازه كدير واحد ربيع هذه ربيع الصناره دير فيها الربيع والصناره غدير فيها العصيبه عصيبه غنوريكم واحد الطريقه راه فعاله العصيبه الاخوان طريقه ناضيه كتبغيها حلامه بدك تكون بدك الطريقه ها انتم الاخوان كتشدها كتخيطها خيطها بحك هو هذه كتخيط 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 اسرار الحلامه كاملين الاخوان راه شاركنا معاكم الترقيعه 26 الاخوان في الملك نضاوي ولا 24 ولا كلمه مستور راه دير ليها 30 ولا دير ليها 35 ولا دير حتى 40 هذيك الساعه ماشي مشكل. ولا كانت كتسرط الاخوان الا كانت كتسرط ما ديرش لها صنار صغير دير لها صنار ديال 14 انا دابا دير صنار ديال 15. شوف الاخوان الطريقه كتسلسي هذا كيف وريتكم كتخيطها كتجر هاد السلاسه بحك كتجرهم كيولوا بحك بهذه الطريقه الاخوان هاد الطريقه راه فعاله وكتبغيها حلامه بحكم ما يكونش معرم كل شيء عصايبه ولا سميطه معرمه في الصناره من التحت كتعكز عليها الاخوان. هذه راه كضربها تلقلبها الاخوان بهذه الطريقه بحك راه هذه راه فعاله ومجربه.
المهم الاخوان كديروا سلسي وحك. السناره راه بعيده على السناره تقريبا واحد 15 سنتيم ولا 14 تقريبا بحكاك. المهم شبر باش نكونوا واضحين، شبر باش بعيده عليه. كدير وحده عصايبه وحده ربيع وحده عصايبه وكتقلب هذيك الساعه عاوتاني شويه عاوتاني وبدل نحيدو الربيع وغنديروا هاد الصويفه عاوتاني حتى هي نقلبوا بها. شوف حل هي سبحان الله العظيم، راه كل نهار علاش تطرع؟ راه ما كتبقاش اليوم ولا كليت شي حاجه، راه كتاكل نهار هما هادو الماكله ديالها، راه هي هذه، راه ما غتفوتش هادشي باش غتصيد عليها، ما كاينش شي حاجه اخرى باش تصيد عليها. عاوتاني كدير هاد الصويفه بحكا ولا صايبه حتى هي معاه وتقلب. هذيك الساعه مني كتشوف الحاجه اللي ضاربه عليها وباغا راه كتبقى تصيد بها غير هي. مثلا ضربت على عصايبه راه كتولي ديرهم جوج عصايبات، اولا ضربت على هاد الصويفه راه كتولي ديرهم جوج صويفات، ضربت على الربيع راه كديرهم جوج هم ربيع وكتبقى مصيد بديك لقامه اولا داك الربيع وديك الطعم اللي ضاربه عليه واللي باغاه هو اللي كتبقى مصيد به. هادشي اللي كاين الاخوان، خلوكم معنا الا كان شي حاصله ان شاء الله نوافقكم بها. رجب الله واحد جوج حليليمات غنوريهم لكم ونشوفوا. حنا راه قلبنا بيرو تما كاين، جينا قلنا نزيدو نتلاهاو شويه مع حليليمات وخبنا نمديها الطاجين. هادشي اللي كاين الاخوان، يلا الاخوان دعوا معنا. تبارك الله عليكم، الله يعاون. طريقه التطعيم الاخوان كيف العاده، مصيد درنا لها عصايبه الاخوان، اخوان في كازر كيقول لها السميطه راه ما باش نجرها، اجرها الربيع الاخوان كيف العاده. خفخف ليها الاخوان، خففوا ليها ما تبركوش ليها على السلاسه ما تزيروهمش. حلا معايا كزا غير تساعدوا معاه، كنلوحوا في داكشي اللي وشات ليه. يلا خلوكم معنا ان شاء الله شي حليليمات على المباشر. بيلوطه راه ما دايرهاش الاخوان، بيلوطه راه قلبنا بها ما دايرهاش. المباشر حلا مغليضة تبارك الله، الله يبارك الله يبارك يا اخوان. طارت منها ديما رشوا الاخوان، خديمة اللي وريناكم في هذاك ديما رش ليها لا بيت بقى مفرش. يلا حنا باشر واحد ثلاثة جابهم الله، بيلو تقلبنا بها الاخوان راه ما كاينش. غنتلاهو محليني مات على مولانا يا البحار الاخوان، البحار يلا جيت تقريبا الاخوان قلبنا بيلو ما كاينش. يلا جيت تقريبا واحد ربع ساعة، رجب الله ثلاثة تحليني مات وحنا باقيين على كانت لوحانا قدامك الاخوان كاع داخله هنا لا دعنايب راه هو داكشي راه كتاكل فيه ديما لوحه في هاد الشلي وشاد قدامك لا كانت راه تجرك. هادشي اللي كاين الاخوان، يلا شي وحده على المباشر ان شاء الله. حرب يا اخوات، عطلت عليها شويه الاخوان، مجيتش بكري هنايا، جيت بكري غنشد حليليمات. ايوا مديها لي من رزقك. هاهي الاخوان على المباشر، الله طلقتها الاخوان، الله 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 حنا مغلايضة الاخوان، الله 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 طلقتها طلقتها الاخوان طلقتها ماشي مشكل. ديما رش مشا هاديك حلامة الاخوان ديما رش، هادشي اللي عطا الله تاباش مرق خيرة في غيرها ان شاء الله. عطلت عليها واحد شويه هنايا بديت سلمنا، قلنا حنا الطويجين ملي شلنا القضيه مكاينش حوت، قلنا ندبروا خا على الطويجين. هادشي اللي كاين الاخوان، شي وحده تجي وحده ان شاء الله.
الاخوان السلام عليكم. كملنا النهار ديالنا الاخوان، قلبنا بيلوطا، قلبنا في المصايد كاملين. سبحان الله عندنا كاين البحر الاخوان، بحر كبير بزاف ما خلانا نصيدوا اليوم. وداك التقلاب اللي قلبنا وداك الشيء راه ما كاينش اللي مستنا الاخوان، والمسارد بزاف سبحان الله العظيم. ما شاء الله. المهم راه كل نهار ورزقه، هذا الشيء راه معروف. البحر هو هذا، البحر هو هذا، راه ديما البحر، البحر ديما. والفريجه مره كيما تيقولوا الرياسه، الشيء اللي كاين الاخوان. البحر راه بدا يتسل دابا، اما شفتوا مع الاخوان راه كملنا الهيئه، قلبنا بيروطه ما جابش الله، قلبنا عاوتاني هنا بيروطه ما جابش الله. قلنا ما كاين اللهم بنادم يحلق على المقايله ولا على الطواجين باش ما ياكل. هادشي اللي كاين الاخوان. جيت معايا شويه الربيع كما قلت لكم في الاول، معايا شويه الربيع شويه العصايبه، وضرب معايا شويه الخدمه. جينا هنا ان شاء الله ثلاثه الحلامات، ها هما حلامه غليظه كاين اللهم بارك الاخوان، حلامه اللهم بارك راه غليظه، حلامه هذه الفراجه. وما صيدناش عليها الاخوان، حنا الجهاز تقريبا شي نص ساعه ديال الصياده، نص ساعه ديال الصياده ضربوا عليا ثلاثه، ومشاو ليا تقريبا شي اربعه ولا خمسه اللي مشاو ليا الاخوان، شي اربعه حبات ولا خمسه كيطلقوها. حتى هي عاجزه سبحان الله العظيم، ولكن راه الا جيتي تشوف هذا السرد اللي كاين راه ما شاء الله، راه سرد كثير المسارد، وهذا اللون ديالو حتى هو راه شهل ما كيدير الممريض كيف يقولوا الرياس، المصطلح ديالنا حنا كنقولوا الممريض، الممريض سبحان الله العظيم. وسرد كثير الاخوان، ايوا ما شاء الله. كل نهار ورزقه، هادشي اللي كاين. بنادم راه كيجي للبحر تيضل فيه، كل نهار ورزقه، ونهار يجيب الله ونهار ما يجيبش الله، وحنا مولفين على هادشي على البحر ما كنتقلقوش منه. كيجي واحد النهار تيخلف لك الله كلشي، واخا بنادم كدوز عليه شي وقيتات عاوتاني كيتابع عليه عاوتاني القضية ديال هادو، خصوصا في هاد شهر واحد وشهر جوج وزيدو حتى شهر ثلاثة. سبحان الله غادي تيكون الحوت قليل، كيكون هاز البيض باقي الحوت، أغلبية الحوت باقي هاز البيض، بحال بنادم البيت لها ما حلامة وصافي، كتكون في هاد الفترة من السنة كتكون موجودة، بحال بنادم البيت لها بيقلب عليها، راه زوينة حتى هي وفيها واحد القوس اللهم بارك، راه عنيدة بزاف سبحان الله العظيم. راه شدينا شراغي، شدينا البوري، كاع الأنواع ديال الحوت تقريبا شادين، ولكن بحال هاد النفس اللي في حلامة سبحان الله العظيم، زعما بنادم البيت ولع فيها، راه فيها الولاعة. وهادشي اللي كاين الإخوان، وسمحوا لنا طولنا عليكم، والله إلا قلنا بشي فراجة. السلام عليكم.